السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة الطلاب ومتابعي مستر نجار على قناة اليوتيوب. أهلا وسهلا بكم يا شباب في حلقة جديدة من سلسلة جرامر ويز مستر نجار. حبايبي بالتوفيق إن شاء الله، ما تنسوش تكتبوا في أجندتك أو كشكولك وتراجع وتقرأ قبل كل حصة بإذن الله. إن شاء الله في النهاية هتلاقي العملية جميلة جدا، وفي ناس بتتواصل معايا بتقول إنها مبسوطة جدا من سلسلتنا. بالتوفيق، وما تنساش تدعي لحبيبك مثل ما جرب، ربنا يعينه إن شاء الله وهجعل مثوانا الجنة بإذن الله. على بركة الله، يلا يا شباب نبدأ النهاردة الحلقة. يلا اكتب العنوان: ما الفرق بين ماي ومايت؟ عنوان الحلقة ده مهم جدا، وده موضوع شائك جدا. ما تنساش حلقة مصر تركز عليها كويس جدا، لأنها ليها علاقة بالدرس ده أو بالحلقة دي. ما تنساش حلقة كان وكد مهمة جدا. يلا نشوف مع بعض، تابع الأفعال الناقصة حبايبي ماي ومايت. يلا سمي الله وبسم الله توكلت على الله وما افتح بيننا وأنت خير الفاتحين يا شباب. يلا يا حبايبي ابدأ بقى. ما الفرق بين ماي ومايت؟ نبدأ أول حاجة كده، سمي الله وطقطق لي ودانك. أول حاجة، ماي تستخدم للتعبير عن احتمال في المضارع أو احتمال في المستقبل. احتمال في المضارع واحتمال في المستقبل. على سبيل المثال حبايبي، لما أقول I'm not sure he comes، أنا مش متأكد إنه هو هيجي. الجملة دي the same meaning، نفس المعنى، هيبقى he may come. ما تنساش ان على الشمال بيبقى الفعل الناقص، في النص الاستخدام، اقصى اليمين التعبيرات اللي بتساويه. على ايدك الشمال وانت قاعد قدامي ده الفعل الناقص، المعنى والاستخدام التعبيرات اللي بتساويه. اول استخدام لمي وماي نوت بتعبر عن الاحتمال، عايز اقول احتمال في المضارع وفي المستقبل. فهقول I'm not sure، أنا لست متأكد، he comes، يبقى في اللحظة دي هقول he may come. عايز أقول perhaps he doesn't come، احتمال إن مش هيجي أو احتمال إن مش بيجي، يبقى في اللحظة دي هقول he may not come، لأن الجملة منفية doesn't. يبقى حبايبي الحلوين، may وماي نوت والمصدر، ماي وماي نوت في المصدر، هما يستخدموا في الاحتمال في المضارع والمستقبل، ودي التعبيرات اللي بتساويهم. اي تعبير من دول ولا مضارع يبقى ماي والمصدر، مضارع منفي ها ماي نوت والمصدر. دي اول معلومه، ما تنساش ان كل التعبيرات دي مهمه وتحفظها بمعنى احتمال. طيب احنا كده خلصنا مين؟ ماي وماي نوت احتمال في المضارع والمستقبل. طب هل في احتمال ماضي؟ هما بس حط لهم هاف والتصريف الثالث، هاف والتصريف الثالث. حبايبي الحلوين، الاحتمال في الماضي استخدموا احتمال في الماضي، اما بقى التعبيرات اللي بتسويهم اهي تعبر عن عدم الاحتمال بس في الماضي. I'm not sure، انا لست متاكد، he traveled، أنا لست متأكد إن هو سافر، معناه إن he may have traveled، معناه الاحتمال إن هو سافر. It's probable، إنه من المحتمل، he didn't travel، يبقى معناها he may not have traveled. حبايبي الحلوين، تعبيرات الاحتمال لو جه وراها جملة مضارع استخدم may وmay not والمصدر، تعبيرات الاحتمال وراها ماضي مثبت او ماضي منفي هستخدم might have، sorry may have وmay not have والبيبي. كده خلصنا احتمال المضارع والمستقبل والماضي. طيب مستر، نخش على حاجة جديدة اللي هي مين؟ might. هنعمل فيها زي ما عملنا في مين؟ في may، may not، may have، might may not have will be. خش على مين؟ might infinitive، might not infinitive. احتمال برضو في المضارع والمستقبل برضو،
وليهم تعبانات برضو، بس ايه؟ الاحتمال اضعف من ماي. يبقى ماي احتمالها اقوى من ماي. حتى لو انت مركز تلاحظ هنا بيقول لك ايه؟ I'm not sure، انا لست متاكد. اما هنا يقول لك ايه؟ I don't know، ما اعرفش. I don't think، ما اعرفش. I have no idea، it's possible، I'm very uncertain، احتمال ضعيف. طب يا حبايبي التعبيرات دي لو جه بعديها present يبقى طبعا might والانفينيتيف، تمام؟ لو سواء present او future. طب لو جه وراها مضارع منفي، I don't know he doesn't come، يبقى he might not come. He might not come. He might not come. خلاص يا شباب، تعال ناخد الاحتمال في الماضي زي ما خدنا may. May not. May not have baby. تعال ناخد، خدنا might. Might not. Might not have baby. الاحتمال في الماضي. I don't know he traveled. انا ما اعرفش انه سافر، يبقى he might have traveled. I don't think he didn't travel. ما اعتقدش انه هو ما سافرش، يبقى he might not. يبقى I don't think he طبعا didn't travel معناها ان he might not have traveled. حبايب الحلوين، ناخد بقى استخدام بيجمع may وكان، وده اخر استخدام في الشرح. may وكان الاثنين بيدوا اذن، الاثنين بيدوا اذن في المضارع. مستر can I take your pen؟ ممكن اخد القلم بتاعك؟ yes you can، yes you may. ايه التعبير اللي بيساوي الكلام ده؟ yes you are allowed to take my pen، انت مسموح لك تستخدم القلم بتاعك. it's permitted، مسموح. it's permitted، لما it's permitted ممكن اقول لك you may، ممكن اقول لك you can. حبايبي الحلوين، معانا الان وقت الورشه، يلا نشوف ورشتك الحلوه. اول جمله بتقول he not visit us tomorrow. it's probable، it's probable. فكر ركز، بيقول له ده هو طبعا probable احتمال، احتمال يزورنا غدا، هو بيقول له احتمال يزورنا غدا. طب يا ترى it's probable دي، it's probable دي من تعبيرات ايه؟ يا ترى may ولا might؟ it's probable، شوف 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 اه it's probable، اهي من تعبيرات may. طب يا ترى بقى هنستخدمها مثبته ولا منفيه؟ شوف كده بيقول لك it's probable احتمال يزورنا بكره، يبقى في اللحظه دي الحل may. he not have missed the train this morning. I'm not sure. I'm not sure يا شباب، تعبيرات ايه؟ I'm not sure. I'm not sure. اهي may. طب لو جه بعديها مضارع، may هو المصدر. جه بعديها ماضي، يبقى may have والتصريف الثالث، يبقى عندي هنا ها he not have missed. احتمال يكون طبعا فاتوا القطر، انا مش متاكد. طبعا هنا have missed و I'm not sure، يبقى انا عايز may. فكروا يا شباب معايا يلا في الجمله نمبر 3. منى not travel to Alex. She hasn't decided. هي ما قررتش. She hasn't decided. ما قررتش. تمام؟ طبعا هي ما قررتش، يبقى طبعا هنا في اللحظه دي الاحتمال ضعيف. ما قررتش، خلي بالك. ما قررتش، تمام؟ ما قلتش معاها تذكره، يبقى احتمال تسافر، وممكن برضه التذكره مش بتاعتها. هي ما قررتش، يبقى might. بس خلي بالك جمله زي كده لو ما لقيتش في الاختياري might، يبقى تاخد مين؟ may. يعني ممكن لو انا عايز مي ومش لاقي اخد مايت، لو عايز مايت مش لاقي اخد مي، يبقى اكتب الملحوظه دي. طيب الجمله اللي بعديها احمد نقط هاف لوست، فقد ايه وخسر مباراه امبارح. اتس بوسيبل. طب اتس بوسيبل تبع تعبيرات ايه؟ ما انت لازم تحفظ تعبيرات. اهي اتس بوسيبل حبايبي من تعبيرات طبعا مايت. هنشوف بقى الجمله ماضي ولا مضارع. ها تمام اتس بوسيبل، الكلام هاف والبي بي، يبقى ده ماضي، يبقى طبعا هي تعبيرات might. You not take part in the race if you like. ممكن تشارك في المسابقه لو انت عايز. هنا بديك اذن معايا طبعا، اعطاء الاذن. فكر فكر كويس، مين بيدي اذن وتصريح؟ may وكان. يبقى في اللحظه دي ممكن حبايبي اخد may وكان، فلو قلت may صح ولو قلت كان صح. حبايبي الحلوين بحبكم قوي قوي، وربنا يكرمكم ان شاء الله، وذاكروا كويس. حبيبك نجارك
ادعي له ويدعي لك ان شاء الله. بجارك اهو وحضراتكم طلابي باذن الله. ما تنساش تحمل الحلقه بي دي اف وادعي لي وربنا يا رب يوفقنا ان شاء الله وبالتوفيق. وما تنساش تراجع بعد الحلقه وتحملها. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.